السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب. النهارده باذن الله جايبه لكم وصفه حلوه قوي كلنا بنحتاجها لاولادنا واحفادنا. طريقه الجبنه: من كيلو اللبن عملت كيلو 200 جرام جبنه. جربيها هتعجبك قوي، حلوه طعمها جميل. احنا ضايفين فيها نشا، مش هتحسي بطعم النشا، طعمها في منتهى الجمال. بكيلو لبن هيقعد معاك الاسبوع كله، وهتعملي سندوتشات براحتك بقى، مش هتتأيدي. وممكن تضيفي بدل الجبنة الرومي اي نوع جبنة انت عايزاه، جبنة شيدر، جبنة فيتا، جبنة تلاجة، جبنة براميلي، اي نوع جبنة انت عايزاه تضيفيه. عندك معلقة قشطة ممكن تضيفيها. كيلو اللبن ده كان عندي في الفريزر، فطلعته وهستنى لما يفك خالص وابدا اشتغل فيه. انا عندي هنا كيلو لبن، عندي جبنه رومي، عندي ملح، عندي نشا، عندي خل. اول حاجه هحط معلقه ملح صغير. حلاوه الجبنه دي ان انت تظبطي الملح، ما تخليهاش عدمه. وهحط 5 معالق نشا، ما تخافوش يا بنات النشا مش هتبان خالص. واحط معلقه خل. عايزه بقى اضيفي معلقه قشطه، اي نوع جبنه زي ما انا قلت لكم كده. وهتقلبيها كويس على البارد. الوصفه دي يا بنت معلش هتاخد منكم تقليب ومجهود شويه، بس هتاخدوا نتيجه حلوه وهتتبسطوا منها باذن الله. بعد ما ندوب المكونات كويس هنروح رافعينها على النار، على نار ما تكونش حامية، نار معقولة كده. وإيدك ما تتشالش من الحلة من ساعة ما تبدأي تعملي الوصفة دي لغاية ما تصبيها في العلب، ما تشيليش إيدك من التقليب. أنا لقيت هنا دقتها لقيت الملح عادي، فضفت لها شوية ملح. ما تمليش من التقليب. انا هنا معايا طبق جبنه رومي هحط منه شويه. زي ما قلت لكم اي نوع جبنه، ما تتأيديش بالجبنه الرومي. نوع الجبنه اللي انت بتحبيه حطيها، بس اهم حاجه تفضلي تقلبي لغايه ما تسيح خالص. يعني اول ما اللبن يربط كده مع النشا تروحي ضايفه الجبنه وتهدي النار، تهدي النار وتفضلي تقلبي لغايه ما كل المكونات تدخل في بعضها والجبنه تسيح. طعم الجبنه دي حلوه قوي يا بنات، جربوها تعجبكم وهتحسوا بالفرق، وهتوفر معاكم جامد مع الولاد. لما تحبوا بقى تعملوا بيتزا ممكن تاخدوا شويه في طبق او قطعه في طبق وتسيحوها مع شويه جبنه موتزاريلا مع شويه لبن تاني، وتسيحوها وتحطوها بقى على وش البيتزا، بتديكي نتيجه حلوه قوي. جربيها في ميني بيتزا صغننه كده، عجبتك بعد كده جربيها بقى في معجناتك. وبكده استوت، هنطفي عليها. هجيب هنا كيس تلاجة ادهنه زيت، نقطة زيت صغيرة. انا هنا دهنت زيت زيتون، ادهني انت بأي زيت عندك بس يكون طعمه وريحته حلوة، نقطة صغيرة مش كتير. ما عندكيش كيس تلاجة ادهني العلبة وصب الخليط فيها، مش مشكلة.
يا ريتي حبايبي اللي وصل معايا لغايه هنا يعمل لي لايك واشتراك للي لسه ما اشتركش، فضلا وليس امرا. هنصب بقى الخليط، بص قوامه ما تقلقوش هيتقل. ولو حابة تحطيها في كوبايات وتاخدي كده بالمعلقة اللي يريحك، لو حابة تصبيها في كوبايات زي اللي بتتباع براحتك، هي اساسا بتبقى حرارية وناعمة لما بتيجي تحطيها في السندوتشات. ما تغطيش العلبة، لما تبرد خالص غطيها وحطيها في التلاجة فترة. بصوا هنغطيها وندخلها بقى التلاجة، ممكن تحطيها في التلاجة من بالليل للصبح، من اول النهار لاخره، بس مش قبل 5 6 ساعات عشان تعرفي تقطعيها. خلاص كده انا سبتها حوالي 6 ساعات او 5، هاخدها بقى واوريكم شكلها ايه وطعمها جميل قوي. جربوها تعجبكم. بصوا الخرطة بخرطتها وناعمة، وما تيجي تحطها في السندوتش بتتفرد على طول. انا عملت معاكم قبل كده مجموعة جبن، منها الجبنة القريش، وعملنا الزبدة ونالت رضاكم كتير قوي، شكر فيها. ان شاء الله دي كمان تعجبكم. اللي يجربها بقى وتكون عجبته ياريت يكتبلي في التعليقات. اكلوها بقى مع زيتون، عايزه ترش عليها بقى فلفل اسود اللي انت عايزاه، بس ما انصحش الفلفل الاسود لو في اولاد. تاكليها بقى مع شرايح طماطم وخيار، زيتون مخلل، فلفل مخلل، وبالهنا والشفا. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراك ولايك فضلا منكم. السلام عليكم.